وأولى محطاتنا لليوم مع عالم الأزياء والموضة، هالعالم الواسع يلي بيجمع وجمع الجمال والابتكار والفن وبلامس الأذواق وبواكب العصر لمصممي الأزياء روح خاصة وذوق رفيع غالباً بيكون شامل ليقدر يرضي كل الأذواق. ومؤخراً لي ينطلق بفندق الدمروز فعاليات عروض أزياء طبعاً للعروس اللي طبعاً كان فيها عرض لمصممين سوري تصاميم حديثة. أكيد لنحكي أكثر عن المعرض وتصميم الأزياء. معنا بالاستوديو المصممة مايا حقون، عضو مجلس إدارة جمعية مصممي ومديرة المعارض والمؤتمرات. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلا وسهلا، يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي يمكن عن هالمعرض أو عن هاي الفعالية، ولإمتى رح تستمر؟ لا هي استمرت وخلصت، يعني صار لها 3 ايام للدمروز. كان هو امبارح كان اخر يوم، جمعه السبت الاحد. الاحد كان اخر يوم. نعم. الحقيقه انا اللي شفته اكثر شيء اعطانا تفاؤل، وحسينا هيك صار مثل متنفس لنا بعد هالفتره من صرنا كبت وقاعدين، يعني عم نستنى شيء ليصير. الحمد لله انه صار مثل هيك ايفنت كثير مهم كان. خلينا نحكي لك عن دور جمعية المصممين تبعنا السوريين بالمعرض. كيف نشاطها وكيف كان أول مرة بعد مثل ما قلتي يمكن فترة من الهدوء أو ما عملتوا نشاطات فيها وهلأ رجعتوا؟ هلأ جمعية مصممين الأزياء السوريين قائمة بشكل مستمر، مو أنه واقفة، بس الإيفنتات والمعارض مثل هيك الدعم الكبير هي اللي ما عدا المعرض اللي قبله كمان اللي صار. الجمعية السورية مصممين الأزياء تأسست عام 2006 تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة الدكتور ماهر المهاجر. نعم. أحكي لك عنه شوي. تفضل. هلا نحن بنستقبل أي شخص بحب يفوت لعنا، بصير بنشوف شو هي مواهبه. في أيامات بيجي لعنا أشخاص يعني ما بيعرفوا حالهم إنه قديش موهوبين. بنشوف بأي ناحية ممكن نطورهم ومنطورهم فيه على عدة مستويات، سواء على التصميم أو على اللغة، خصوصا عندنا دورات مختصة بعلم الأزياء للغة والباترون وكل شيء بيختص بالأزياء. نعم. مايا خلينا شوي نرجع للمعرض ونحكي كيف كانوا الأجواء بثلاث أيام، مين كان في مشاركين، مين المصممين المشاركين، كان كمان في مشاركين يمكن من برات الشام اجوا لحتى يشاركوا بهذا المعرض الشامل ويلي يمكن بهم الكتار. في عنا كان ناهد منى مثلا من اللاذقية، وهي كمان عضو بجمعية مصممين الأزياء السوريين. بالمناسبة الجمعية فاتت بكذا مصمم، كل واحد عرض كذا تصميم، بذكر منهم نزار ضياني، في لين عبد اللطيف، ياسر النحاس. طيب بما انه كان هو معرض للاعراس وهلا نحن يمكن بموسم رح يكون في كمان الصيفيه كثير من الحفلات والمناسبات والاعراس، شو الجديد اللي قدموه المصممين السوريين بهذا المجال؟ هلا الجديد بتشوفي انه صاروا بصراحه، انا بشوف المصمم السوري انه بينافس الاذواق او تقولي المصممين العالميين. نحن عم نتابع كمان بعض من المعرض عروض الأزياء اللي طبعاً عرضت بالمعرض بفندق الدمروز. فيكي إذا بدك تعلقي كمان لايف على الصور. مزبوط، هدلون إلى أبو درا. نعم أكيد، يعني عم نشوف قديش مثل ما ذكرتي من شوية قديش هن عم ينافسوا عن جد مصممين عالميين وعم يبتكروا أهم الأزياء. اللي اذا بتشوفين للمعرض ابدا ما بتفكري غير انك عم تحضري عرض عالمي للازياء، مو عرض انه على مستوى قليل. الحمد لله. نعم اكيد اكيد، يمكن عم نتابع شيء مميز من التصاميم لمصممين سوريين، بس هن كمان في كثير مصممين هن اثبتوا حالهم بداخل سوريا وايضا عالميا. مايا خلينا نحكي شوي عن حضرتك وعن مشاركتك بهيدا المعرض، شو قدمتي وشو الستايل اللي اعتمدتي؟ هلا بالنسبه لي انا ما قدمت، انا مدير المعرض، كان شغلي بالتنسيق والتنظيم. نعم. بس عم اقول لك الجمعيه السوريه قدمت كذا شخص من الاشخاص اللي نحن دربناهم. انا خريجه الجمعيه طبعا، درست الازياء بالجمعيه. حلو.
قدموا الازياء في منهم يعني حتى صغار بالعمر، في منهم حتى عمره 17 سنه. بتحسي انه يعني الشيء الحلو بالموضوع الشباب عم يعطوا روحهم بالازياء، فبقى شو رح يصير عنا؟ تحسي انه المستقبل كثير رح يعطينا جمال ونفس شباب فيك تقولي. طب شو الالوان اللي يمكن اللي قدموها المصممين السوريين؟ هل كان في يمكن من وحي سوريا شيء معين خاص؟ شو كان الجديد او يمكن الشيء الطاغي بعروض الازياء اللي قدمت؟ الطاغي مثل ما منه مبين العروض اعتمدت على الوان الربيع، الزهور والنقوش الكبيره، القبائش الانسيابيه، الدانتيل الرقيق، هاد لون هنم. نعم مايا، خلينا شوي نحكي يمكن قديش مهم مصمم الازياء يضل عم يعمل ابديت للموضه، يضل عم يواكب الموضه. طبعاً يعني طبعاً. في مصممين كثير هن كلاسيكي شغلهم، هن بيحبوا بيبتعدوا عن خط التطور بالموضه. خلينا نحكي قديش مهم انه يواكبوا الموضه، وقديش مهم انه كمان في ناس بحاجه لهالخط الكلاسيكي. هلا بالنسبة للموضة هي السنة مثلا رجعنا للخطوط الكلاسيكية بالمناسبة. صحيح. والقصات المتحفظة، يعني بطلنا الحفرات العميقة، صارت القبة القريبة من الرقبة، الدائرية الفي حتى القريبة من الرقبة، عرفتي كيف؟ فبقى لازم أول شيء دائما تسمع على الأخبار المعاهد العالمية للموضة بشكل مستمر، وإلا يعني حيصير شخص مثل أي خياط عادي، ما رح يقدر يبتكر. الخياط بتعطيه موديل هو بيساوي ممكن ينفذه بطريقة صح، بس المصمم هو اللي بيعطي حرفة للموديل، بيعطيكي روح للقطعة بتخليها تنطق تحكي القماشة. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم المصمم السوري يمكن في عنا مواهب كتيرة مثل ما بنعرف، لكن ما أخذ حقها. إمتى رح نشوف مصممين سوريين لهم خط موضة حتى يشتغل فيه عالميا وعربيا؟ يعني إمتى رح نشوف أنه عم تتفتح العيون على المواهب السورية؟ كيف بتم دعمها؟ شو الصعوبات اللي عم تواجهوها؟ الصعوبات اللي عم نواجهها من كل المجالات، نحن بدنا حدا يدعمنا أكتر شيء إعلاميا. يعني المصمم السوري برجع بحكي ما في شيء بيمنعه انه يكون عالمي، عنده الامكانيات، عنده الابداع، عنده حب المثابره على الشغل. احنا كلنا كشعب يعني وقت اللي بنحط راسنا بشغله خلص بتعرفينا انه بدنا ننجز، يعني بدنا ننجز. اللي عم يمنع مثل هلا بتعرفي يعني قله بسبب الاستيراد وكذا، قله الموارد تبعنا، حتى العروضات ما كثير بنسمع عنها نحن، يعني العروضات قليله. بالضبط، لانه يعني انا بدي اعرض، بدي يكون عندي سوق، فبدي دعم من كل المجالات مثل ما عم اقول لك، اعلاميا، ماديا، كمان معنويا. بقول لك هذا الايفنت شو الحلو بالموضوع؟ اعطانا نفس هيك انه ايه في شيء كثير حلو راح يصير بالمستقبل. يلا ان شاء الله يا رب بيتم التسويق بالشكل الصحيح لكل المصممين السوريين يلي هنا عن جد جديرين بانه يوصلوا للعالميه. مايا خلينا شوي نحكي قديش يعني حضرتك كمصممه قديش القماش او القمايش بتلعب دور، قديش توافر المواد مثل ما ذكرتي انه نحن عم نمرق بظروف ما في مواد كافيه او ما في مواد، او شو بتطلبي ما في يمكن بكل وقت فوق ما تتخيلي. قديش القماش، قديش المواد، قديش الدانتيلات هي بتلعب دور كتير مهم بانه تساعده بابتكار الفكره لاي مصمم. طبعا هلا هي الخامات الشيء الاساسي، بس نحن سبحان الله ما بوقفنا شيء. القماش بنمسكه بنحرفه بنطبعه بنعمله على ذوقنا، يعني وين ما حاصرونا رح نرجع نبتكر ونخترع من اول وجديد. طبعا اذا رح يكون في قماش اكثر اكيد رح يكون في عنا ابداع اكثر. وقت يكون في عنا تسهيلات اكبر رح تسمعي باسماء كثيره رح تطلع لبرا، وعلى فكره بلشوا يعني الشباب اللي سافروا على اوروبا بكره بتسمعي اسمائهم قريبا. ونحن من عنا من جمعيه مصممين ازياء السوريين في اثنين طلعوا على المانيا، قريبا رح تسمعي اسمائهم يعني بشكل كثير كبير. حاجز اللغه هلا مؤقتا لبين ما ياخذوا بس على الجو. اكيد نحن بنتمنى انه دائما الاسم السوري يرتفع عالميا. خلينا نحكي بما انه كانت لي عم تحكي عن القماش، القماش السوري او الدمشقي هو قماش مشهور، ليه ما يتم استخدامه حاليا مثلا بعروض معينه لتمثل فلكلور سوريا بالكامل؟
فكرة كتير حلوة وإن شاء الله رح أخذها لرئيس الجمعية وأحكي له إياها. شكرا لك. هلا أنا أعطيتك فكرة بس إنه حتطبق، يعني إنه ليش القماش طبعاً السوري لا يتم استخدامه؟ يعني هو معروف دمسكين والقماش السوري كتير. أقول لك ليش، لأنه أصل المعامل صارت بشكل عام، أنت بتعرفي إنه كل المعامل بالأرياف، والأرياف شو وضعها، فبقى يعني حتى المعامل صار في صعوبة كمان. صعوبة حتى هن ينتجوا القماش. نعم مايا، يمكن خلينا شوي هيك نحكي يعني بدار بالدار او بالمكان يلي انتوا عم تشتغلوا فيه، قديش مهم يمكن دعم المواهب، قديش مهم انه انتوا يمكن مثل ما ذكرتي ببدايه حديثك انه احنا بنكتشف هيدي الموهبه وبنسوقها على المكان الصحيح، ولكن الاستمراريه بمتابعه هي المواهب قديش مهم، قديش مهم التسويق لها. بالضبط هذا اللي عم نساويه نحن عنا بالجمعية. هلأ مثلا بدي أقول لك فكرة الجمعية كيف صارت لحتى تعرفي شو عم نساوي. الدكتور ماهر مهاجر معه دكتوراه فخرية بالهندسة وتصميم الأزياء، عرضت له كتير عروض برا وفضل أنه ما يطلع لبرا ويضل بالبلد ويفيد ابن البلد. فبقى أي شخص وقت اللي عم يفوت لعنا مو بس أنه عم يفوت على جمعية عم يتعلم تصميم باترون ويلا روح، ما مدى الحياة على هاي الدورات بتابعه بشكل مستمر. كمان إلنا تشبيك مع سوق العمل، كل حدا بنقصه مصمم عمال أي شيء نحن ممكن نأمن لهم إياهم. التجار دائما بيجوا لعنا وبيقصدونا بهذا الموضوع، يعني ما في، بس مثل ما عم قلك ناقصنا كتير كتير دعم، دعم بمكان، دعم بدعاية. هلأ شيء كتير حلو إنه يطلع اسم الجمعية. أنا منصح كل حدا إسا شايف حاله حابب يتعلم، لو مفكر حاله ما إنه يرسم ما بيعرف يرسم، نحن بنعلمه الرسم. لك أشخاص كتير إجوا لعنا ما إنهم عرفانين إنه عندهم هالمواهب وطلع معهم شغلات كتير حلوة. حلو. يمكن افكار كمان، وهي يمكن موهبه الموضه او موهبه مواكبه الموضه يمكن كمان بتاثر على الرسم والافكار، يمكن بتساعد لا يطلع شيء عمل احنا بنطلع المارد من جوا موجود، هو كلنا عنا المارد. اكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق اكيد لكل كمان المصممين السوريين المبدعين، وان شاء الله بنشوف عروض تلقى صدى عالمي كمان. رح يصير عن جد هلا عرض قريب لازياء الاطفال بعد العيد ان شاء الله. نعم. مايا حقون نحن كثير بدنا نتشكرك وموفقين يا رب بكل شيء عم تقدمه. ميرسي لك. شكرا لك كل الذوق.